كما تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود. عبر فيها سموه عن صادق تهاني وخالص تمنياتي لهم بوفر الصحة والسعادة، مبتهلا إلى الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات، راجيا الله العلي القدير أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية من كل سوء وبلاء في هذه الأوضاع الراهنة التي يعاني فيها العالم من انتشار فيها فيروس كورونا.